نسيروا أموال الدولة، وحتى الفرق تسير أموال الدولة، ولي يروح رايح اون ميسيون لليترونجي كيعاود يولي لازم يرجع، ولا كانوا عنده أموال زائدة لازم يرجعهم. وهذا المشكل هذا هو اللي طرح في هذه الباب هذايا. كاينين ديلي اللي لازم الناس هادو ولا الفرق هادوما لازم يلتزموا به، ولكن ولا جاز الديلي هذايا، الاتحادية راح تاخذ قرارات والإجراءات، هو أننا الاتحادية ترجع للعدالة إن شاء الله. هذه كانت احنا كنا حصلنا على كاس الجزائر، وكنا باش نشاركوا في المنافسة إفريقية. احنا باش نروحوا نشاركوا شغل لازمنا المال. في هذاك الوقت احنا ما كانش عندنا. في هذاك الوقت كان الوزير السابق ولد علي استدعانا وقالنا لازم تروحوا تشاركوا وانا نكوبري لكم كامل لي ديبونس ديالكم. من هذه شغل هو عطانا لي بي دافيون باش رحنا بارتيسيبينا، ومدينا صك تاع الفرع ديالنا، مدينا شغل كضمان في حاله ما كي نولوا من المنافسه هذيك، شغل الوزاره تدفع هذاك الثمن هذاك، وحنا نجبدوا الصك ديالنا. لحد الان الوزاره ما لبتش بالوعد ديالها.